السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي ومتابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمية. التحديث السريع اصدقائي اللي عم بصير حاليا في البيتكوين وشو هو الوجهة القادمة للبيتكوين واخبار مهمة عن عملة شيبا اينو. خليكم معنا لنهاية الفيديو اصدقائي حتى تعرفوا كل شيء جديد في سوق العملات المشفرة. اما نبلش بالفيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس ولا تنسى تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. طبعا اصدقائي بدعوكم تنضموا قناتنا على التليجرام وتسجلوا عن طريق منصة بيتجيت، راح اترك لكم الروابط اسفل الفيديو في صندوق الديسكريبشن. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي طلعت اخبار مهمة عن اضافة عملة شيبا اينو وعملة الدوشكوين كوسيلة دفع في شركة جوشي. طبعا شركة جوشي، ما بيعرف شركة جوشي اصدقائي، هي شركة خاصة بالازياء وتعد احد الاوائل الشركات بعد اديداس وبعد نايك وبعد هالشركات العالمية. هاي بتجي شركة جوشي. طبعا شركة جوشي عندها احذية وعندها حقائب، طبعا شركة عالمية جدا جدا، واغلب المشاهير بيستخدموا هاي الماركة او بيشتروا من هاي الماركة. طبعا قالت شركة جوشي انه راح تقبل الدفع بعملة شيبا اينو والدوشكوين في اواخر شهر مايو. هاي بالنسبة لخبرنا المهم عن عملة شيبا اينو. شركة عملاقة مثل شركة جوشي راح ترفع من سعر عملة شيبا اينو وعملة الدوشكوين. اما بالنسبة لاصدقائي لحرق شيبا اينو، ارتفعت نسبة الحرق بنسبة 347% بعد تفعيل ميزة الحرق الجديدة من شركة شيبا اينو. طبعا اصدقائي العدد الباقي بالقطع 553 ترليون قطعة، وتم حرق 410 ترليون قطعة، عدد كبير جدا للسبعين اصدقائي. طبعا الحرق اصدقائي بيرفع من سعر العملة، لكن لما بقول حرق بيوصل سعر العملة لواحد سنت، هذا امر شبه مستحيل اصدقائي، لانه بيحتاج لماركت كاب، خاصة عدد القطع بهالحجم هذا بيحتاج لماركت كاب يتجاوز سعر البيتكوين او يتجاوز حجم الماركت كاب الخاص في عملة البيتكوين. لذلك اصدقائي نحتاج لرقم كبير جدا من الماركت كاب حتى يوصل سعر عملة شيبا اينو الى الواحد سنت. الحد الاقصى اصدقائي لعملة شيبا اينو هي ازالة احد الاصفار. طبعا ازالة احد الاصفار حاليا امر غير مستحيل، لكن قريب جدا. في اخبار بتقول انه رح يتم زيادة في الماركت كاب لحتى يتجاوز 30 مليار دولار. هاي بالنسبة لاخبار عملة شيبا اينو اصدقائي. اما بالنسبة للبيتكوين، طبعا بالاصدقائي بالامس طلعت سعر الفائدة، ارتفع البيتكوين بعد اقرار سعر الفائدة، ارتفع البيتكوين من 37500 الى 40000. فشل اصدقائي بكسر المقاومة الموجودة عند ال 40000. طبعا انا قبل ما ادخل اي صفقة حددت المناطق. طبعا اصدقائي حددت المناطق الدعوم والمقاومة اللي عندي. طبعا انا عندي مقاومة عند ال 40000، هاي المقاومة العنيدة الحالية عم نحاول نكسرها بشتى الوسائل المطلوبة. طبعا اصدقائي قبل ما تدخل باي صفقة لازم تعرف خطوط الدعم والمقاومة عند كل عملة. انا بهاي المنطقة اصدقائي بعد فشل كسر المقاومة الخاصة بالبيتكوين عن منطقة ال 40000، صار البيتكوين يمشي بشكل عرضي. طبعا كنت مهدد بكسر بعد المشي العرضي، لكن احتمالية الهبوط كانت أكبر بكثير، خاصة بعد وصولنا لأعلى نفق السعري. طبعا وصلنا لأعلى النفق السعري، أنا دخلت صفقة شورت بهاي المناطق أصدقائي، واستغلينا الهبوط اللي صار وانخفض البيتكوين ولامس منطقة ال 35000. ودعمي الأول أصدقائي بيكون عند منطقة 38200. طبعا إذا تم الكسر مثل ما تكلمنا، إذا تم الكسر البيتكوين لازم يشهد منطقة 46500، وهذا اللي صار أصدقائي، وانخفض البيتكوين لمناطق 45500. طبعا وكان ارتداد سريع لمنطقة 37000. طبعا أصدقائي بنشوف في قاع النفق السعري ارتد البيتكوين من هاي المناطق عدة مرات. ارتد المرة الأولى من منطقة 39000 إلى منطقة 33000. طبعا الارتداد الثاني كان من منطقة 38400 إلى منطقة 40 أو 40500. طبعا كان عندي عدة ارتدادات ثانية، حاليا وجودي أسفل القاع السعري أو عند القاع السعري، فأنا هون بدخل صفقات لونج بعد ما انتهيت بصفقات الشورت اللي وصل مربحي تقريبا لل 200 إلى 170% مربح. طبعا دخلت صفقات لونج على القناة المدفوعة او على القناة المدفوعة والقناة العامة، دخلت صفقات لونج. انا حاليا عندي اصدقائي عندي هدف اللي هو كسر المقاومة التالية، اللي هي مقاومة عندي نزلت شوي لمنطقة 39000. كسر هاي المنطقة اصدقائي رح يسبب عندي كسر منطقة 40300، وبعدها رح نشوف البيتكوين بقمم جديدة. طبعا اصدقائي اللي خلاني ادخل صفقات شورت بالارتفاع بعد اقرار سعر الفائدة، الارتفاع ما كان مرضي، يعني ارتفاع 2000 دولار بهيك خبر
كان ارتفاع ضئيل جدا. طبعا ارتفعت نسبة الفائدة بنسبة 50 نقطة، وصار سعر الفائدة تقريبا 1%. طبعا الارتفاع ما كان مرضي مثل الارتفاع السابق اللي هو يوم 16 مارس، بعد اقرار سعر الفائدة البيتكوين كسر منطقة 48,000 او وصل الى منطقة 48,100. طبعا بهذا المناطق الزقائي انا معرض لكسر هاي القمة، عندي من بعد اقرار سعر الفائدة انا عندي مهدد بخسر هاي القمة. الحذر واجب اصدقائي، والتحليل او دخول صفقات لازم تكون عندك تحليل شامل لمجريات السوق، وتشوف شو صار من قبل حتى تعرف شو راح يصير حاليا. الارتفاع ما كان ارتفاع مرضي اصدقائي، سبب عندي تصحيح قوي. حاليا وجودنا اسفل النفق السعري اصدقائي، بنقدر ندخل صفقات لونج ونستهدف منطقة ال 40,000. ربحنا 200% بالهبوط، وراح نربح تقريبا 200% باذن الله بالصعود. اصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك لنا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.